مشاكل مالية، كما أنها تعاني ويحتاج معظمها للاستفادة من الخبرات الخارجية، وهو ما أقدم عليه نادي أكمو بتوقيعه اتفاقية مع نادي ساندوني الفرنسي. مراسلنا حسين بوصالح رصد تفاصيل هذه الاتفاقية في التقرير التالي. في مبادرة تعد الأولى من نوعها، ها هو نادي أكمو لكرة القدم النسوية بمدينة بيجاية يقوم بعقد اتفاقية توأمة بينه وبين نادي ساندوني الفرنسي بهدف توقيع شراكة بين الناديين تقضي بتبادل الخبرات بين الفريقين، وكذا دعم نادي أكمو النسوي من جميع النواحي حتى من جهة الهياكل التي تعد المشكل الأول لكرة القدم النسوية في الجزائر. يعني الخبرة تزيد الخبرة، يعني الخبرة على الميدان راح تعطيهم أكثر ثقة وأكثر استعداد حتى يعني يعرفوا الوصول للامتياز. لابد من الاحتكاك مع فرق ولاعيبة أقوى منهم، وكذلك العمل أكثر للوصول الى هذا الامتياز اللي رانا نبحثوا عليه حتى يعني نصبحوا يعني من الفرق القويه في افريقيا. En tout cas, nous personnellement du côté de la France. من جانبنا نحن نحاول دعم نادي أكمو من كل النواحي، وعلى المؤسسات المحليه هنا بأكمو دعم هذا الفريق لتطويره والدفع به نحو الاحتراف. معاناة نادي أكمو من الناحية المالية تعد مثالا حيا لما تعانيه باقي الفرق الجزائرية بالرغم من الدعم الذي تلقاه من السلطات الجزائرية، وهو ما دفع بالمنادة بضرورة إيجاد طرق أخرى للدعم وبضرورة ولوج رجال الأعمال على ما كرة القدم النسوية. لازم رجال الأعمال، ونقول أيضا نساء الأعمال، لازم نساء الأعمال يساهموا في فرق كرة القدم النسوية. كل امرأة في الجهة ديالها أو في مدينتها تساهم، باش المرأة أيضا تكون عندها الإمكانيات اللائمة باش تمارس الكرة وتمارس الهواية ديالها. لأطلب من المساهمين خاصة بوجود المنطقة الصناعية في مدينة أكمو للاستثمار لتطوير الكرة، كرة القدم وبالخصوص الكرة النسوية. وبالرغم من أن نادي أكمو الناشط في القسم الأول الجزائري والمؤسس سنة 2010، إلا أنه تمكن وفي وقت وجيه